اسم فردوس بليهو. فردوس بليهو. بليلو. بليهو. بليلو. بليهو. فردوس بليهو طالبة جامعية بكلية المتعددة التخصص بالعرائش. مسؤولة مكلفة بنادي القرعة. منسقة نادي القرعة. نعم. حصل على دي كونسير مقاولات. نعم. إذا يمكن تكلمنا على الأهداف ديال النادي ديالكم. أهداف النادي هو تشجيع القراءة وتشجيع الشباب على مناقشة الأعمال وتشجيعهم على القراءة واكتشاف أعمال جديدة مغربية بخصوص وعربية كذلك مترجمة. نعم. والتأسيس ديال النادي فوقاش كان؟ كان في الأواخر ديال أكتوبر. تأسس في المكتبة الوسائطية عبد الصمد الفلفاوي وحنا كنتواجدوا الأغلب كل يوم جمعة على الساعة الرابعة كنناقشوا كتاب جديد يعني أسبوعيا كنقراو كتاب جديد. نعم. ومن ناحية القراءة اختيارات ديالكم القراءية كيفاش كتكون؟ يعني كتتنوعوا في القراءات وكتكون أكيد كل واحد كيقترح عمل وكنتفقوا إما ديمقراطيا أو بالقرعة إذا ما اتفقنا. نعم. أهم الأنشطة اللي نظمتوها يعني منذ تأسيس القراءة أنشطة محددة في تعريف ديال نادي القراءة وسط المدينة كان عندنا نشاط في الجامعة ودابا حنا يوم متواجدين في المعرض الشعبي. نعم. الأنشطة اللي نظمتو في الجامعة كانت حول ايش؟ الموضوعات ديالها؟ القراءة دائما. ونظمتو الفعاليات اللي نظمتو؟ يعني الشخصيات اللي استضفتوهم؟ استضفنا أستاذ أحمد الحراشي كان نقاش حول العمل ديالو وكذلك هيثم شبرتي نقاش على العمل ديالو الكتابي. نعم. وحنا كنتواجدوا الان في المعرض شي يمكن تقولنا على المشاركه ديالكم اليوم في المعرض؟ مع الاسف الجو شويه غير مساعد ولكن كنتمنوا ان شاء الله يعرفونا ناس جدادين في المدينه نعرفوا براسنا اكثر ويدخلوا النادي وكنرحبوا بجميع النادي القراءه. نعم. وانطباعات ديالكم حول المعرض الذي اقيم يعني يقام الى يوم الخميس معرض جاوي الكتاب؟ المعرض هو أول مرة غادي يتنظم في العرايش وصراحة كانت بادرة جميلة أنه يتنظم في العرايش وأنا العرايش هي تولي واحد البلاصة كتشجع القراءة وكتشجع الاقتناء الكتاب الورقي خصوصا. نعم. وهل يستجيب يعني المعرض استجاب طلعتكم يعني على مستوى المطبوعات المنشورات التي عرضت أو الأروقة؟ المنشورات الغالبية كتمثل الجهة طنجة تطوان الحسيمة. جميل أننا نكتشف أعمال هذه الجهة. شكراً.